بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. بين يدي نكتة طريفة جدا، وهو كتاب أرسله إلي بعض طلاب العلم، كتاب مكتوب بالخط الثلث، الخط الجميل، متن الإمام الألباني الفقهي، جمع وإعداد أبي إسلام سليمان مبارك، راجعه وقدم واطلع عليه ثلة من طلاب الشيخ الألباني، الأستاذ الدكتور الشيخ باسم الجوابرة، أستاذ دكتور الشيخ زياد العبادي، الدكتور الشيخ أكرم زيادة، الشيخ أبو همام السلفي، طبع الدار الفاروق. قبل فترة كان عندنا صحيح الإمام الألباني الذي لم يروي حديثا واحدا، لم يروي حديثا واحدا بإسناده للنبي عليه الصلاة والسلام، صار عنده صحيح لا يحفظ 10 أحاديث بأسانيدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صار عنده صحيح. صحفي لم يطلع إلا على علم واحد من علوم الحديث، وهو علم التخريج، وعلوم الحديث 8 أو أكثر حسب إذا أردنا حسب طريقة التقسيم. هذا صار عنده صحيح الآن، وهو إنسان يحارب الفقه بشكل منهجي، وهو صاحب فكرة أن الحديث يغني عن الفقه. صار عنده الآن متن فقهي. ماذا أقول؟ أقول مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. هذه التخاليط، أستاذ دكتور دكتور، من دكتور هؤلاء الناس؟ هذه الألقاب التي تأتي، انقطاع إسنادهم. وركز عليه دائما في كل مناسبة، من أهم مصائب الوهابية انقطاع إسنادهم، عدم فهمهم للقضية، ما الذي حصل، إيش يعني صحيح، إيش يعني جامع صحيح، إيش يعني متن فقهي، إيش يعني احترام العلماء، ما الذي يعني الرواية والسماع والوجادة والإجادة. هذه حينما يأتي إنسان منبت منقطع الإسناد وكل رواياته بالوجادة، هذا الشيخ، الشيخ الكبير، فكيف سيكون التلميذ؟ يقول: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. ما معنى متن فقهي؟ هذا لطلاب العلم، ليس طبعا نكتة تمت والآن ضحك الناس ما شاء الله أن يضحكوا، ولكن ما معنى متن فقهي؟ عبارة المتن أو يعني خاصة إذا كان فقهيا، قائمة على خلاصة علم من العلوم، يعني المختصر المعتصر من هذا العلم. خذ مثلا أي متن من المتون في أصول فقه، في الفقه، خلينا في الفقه كونه إيش متن فقهي. خذ متن سيدي خليل مثلا، أو منهاج النووي، أو الدرة المختار عند حنفية، أو الخرقي عند الحنابلة. ما معنى المتن هذا؟ ما معنى هذا؟ إنسان مر على الفقه الإسلامي كاملا ولخصه وأوجزه وأتى بالخلاصة، الخلاصة التامة المركزة التي قد صيغت بطريقة علمية جزلة، مرت بمراحل التحقيق. البحث عن المسائل بأدلتها، التدقيق، البحث عن المسائل ومقارنة أدلتها بأدلة أخرى،
التنميق الصياغة العلمية، الجزلة، التزويق استخدام المحسنات التي تجعل الطالب يستطيع أن يفهم العبارة، فيقولون عبارات مثل ماذا؟ العبرة بالألفاظ، العبرة بالمعاني للألفاظ والمباني. لحظة، هذه الصياغة يعطيك يعني تجعل هذه تجعل العبارة قوية والطالب يحفظها، فهي أيضا قضية منهجية. ثم بعد ذلك المتن هذا يقدم، من يقدمه؟ الشيخ يأتي ويدرسه، وقد يشرحه أو قد يشرحه واحد من طلابه، ثم الطالب يستدرك أو الشيخ يستدرك على نفسه. سبحان الله، كثير هذا، لو قال كذا لكان كذا أو لا، خلاص كتاب تم، فالآن هو يشرحه، أو الطالب درس مرة ومرتين وثلاثة، تحصل مناقشات، هذه المناقشات تكون استدراكات، فيستدرك من جاء بعد ذلك. ولذلك هناك عبارات معروفة، يعني مثلا قول القدوري وما عدا ذلك فهو سنة، حينما ذكر مثلا الفرائض، ذكر الفرائض ثم قال وما عدا ذلك فهو سنة. كل حنفي يقرأ هذا الكتاب يعلم أنه لا يريد السنة، يعني هو المندوب، إنما يريد ماذا؟ أنه ثبت بالسنة، هكذا. حينما يقول البيضاوي معرفة دلائل الفقه إجمالا، ليش قال دلائل؟ لماذا لم يقل أدلة الفقه إجمالا؟ وقفات، البيضاوي عالم كبير ومن أهل اللغة، أصولي وجامع للعلوم، مفسر، طيب لماذا قال دلائل لم يقل أدلة؟ والأخذ والرد والمناوشات والاعتراضات ورد على الاعتراضات على مدى قرون طويلة، فيستقر فيكون قويا. ربما يأتي متن أفضل فيهجر المتن السابق ويعتمد الناس على المتن الجديد. ما الذي يقرر هذا؟ المدرسة العلمية. طيب أين تجد هذا عند الألباني؟ الألباني لا علوم آله ولا فقه ولا تفقه ولا أصول فقه ولا إسناد، ولخبطة في لخبطة، صحفي يقرأ ويفتي، والله الاستمناء عنده لا يفطر، لا يفطر به الصائم، تصور. عنده المرأة إذا نبتت لها لحية يحرم عليها حلقها لأنها لحية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بتوفير اللحى، الذهب المحلق حرمه وضيق على الناس، أتابع عجيبة غريبة. هذا متن الألباني، متن الإمام الألباني. يعني إيش؟ يعني بس أنتوا يا أشاعر أو يا ما تريدي عندكم أئمة تقولون الإمام النووي، أيضا نحن نقول لكم الإمام الألباني، ما حدا أحسن من حدا. أمس رددت على الألباني في بعض الردود، فكتب أحد الأخوة تعليقا أعجبني، قال ماذا لو وجد الألباني قبل 100 سنة ليس الآن؟ والله الذي لا إله غيره سيكون ناسيا منسيا، ناسيا منسيا. لماذا؟ البيئة كلها إسلامية، كلها أشعرية، العلم وفير وغزير، وصحفي هكذا يسبح عكس التيار سيهجر كلامه. لكن ما جاء حظه، هكذا نصيب. وكم إيش؟ وكم في العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد، جاء في عصر ثورة المال وثورة النفط وتعطش الوهابية إلى مرجعيات، فصنم وأخذ مكان العلماء، فكانت هذه النتيجة. بعد صحيح الألباني، بعد صحيح الألباني متن الألباني، الله يستر ما تطلع لنا بعد ذلك حاشية الألباني وتقريرات الألباني، كل ذلك وارد. فنحن في زمان الجهل ونحن في أشراط الساعة، قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يقل العلم،
أو يظهر الجهل في رواية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.